صباح السلام، صباح الياسمين على كل اللي تابعنا وشاهدنا الآن في الميدان من منطقة جميلة، منطقة بسيطة، منطقة خرجت هواية أجيال على مستوى اليوم من منطقة الصدرية أو سوق الصدرية. وأنا استاذ علي القزاز، الأستاذ علي القزاز حكينا بتفاصيل، أستاذ علي هنا حكينا بتفاصيل هاي المنطقة. أنا سألته قلت له بالآتون وين ساكن؟ بالآتون، بالكبي، بالآشور، بعد يا مناطق. لا، العبخانه والقاطرخانه هاي يم العوينه، هاي الصدريه، وهنا القبي، هناك الكولات. اني سموها القاطرخانه والعبخانه، هاي كلمات تركيه على الاغلب، يعني كلمات تركيه، ودرست بيها الابتدائيه والمتوسطه وبعدين المركزيه والجامعه، وتخرجت استاذا وسافرت عده دول لكن احن لها. تجي هاي المنطقه لازم ما من اروح للخارج ادرس، مثلا بالجزائر درست او باليمن، اول ما اجي للمنطقه هاي الصدريه اموت عليها، لترابها هيك من ودي اشمشمها وبوسها تراب هاي المنطقه هاي، والله احن لها. ها طفولتي هذه الروضه اللي والولاده هنا، والروضه والتمهيدي، ماكو قبل ابتدائيه اكو روضه وثم تمهيدي ثم ابتدائيه. هنا بالدربونه هذه اكو دربونه هنا، شو اسمها الدربونه؟ عقد العريض وعقد الاكراد. الاكراد عقد الاكراد لا غير، بس هذا يسموه عقد العريض وعقد النصارى. عقد العريض وعقد النصارى، فعقد العريض وهذه بها مدرسه اسمها الجعفريه. بعد الاسماء، الاسماء هذه طبعا هاي الصدريه عريقه لها نكهه خاصه. سوق الصدريه من الاسواق يعني العريقه اللي ما ينشبع منها باهلها ورخصها. واكو ناس اشوفهم من منطقتي ما بقى كم واحد، مثلا اشوف واحد مثل عمره، انا عمري 74، شوف واحد عمره 85 اقول له تعرفني انا يعني منو؟ انا ابن التتنشي من جعفر هنا. قال لي الله كبرت يعني. حبيبي تحت تحيه جدا، اي خدمات، اي اوامر، توجيهات، ويحفظ ويحفظكم الله، واشكركم على خدماتكم الجليله الحلوه باللقاءات هذه، لان هذه هذا عصب المهنه. حبيب قلبي تحت تحيه. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. والديك احوالك؟ اهلا وسهلا. اليوم بالمطر، والمطر هذا الحلو، هذا المطر الحلو يخبل هذه والله على امه محمد. ان شاء الله زين. وضعي خير من الله والحمد لله. الحمد لله. شنو شغلك هنا؟ شغلي حداد. اني حداد. شغلتك زين؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد لله زين، خير من الله. قليل حدادين يمكن؟ لا هواي، بالعكس الشيخ عمر هواي بيه حدادين. شيخ عمر؟ اي زين. اليوم من هذا اتريق؟ تعال اتريق وياي. والله اتريق، شو تريد؟ تعال وياي. والله هنا المنطقه معروفه بالكاهي. طبعا احنا بالكاهي. مو بس الكاهي، جيمر والكاهي والباقله والدين، وبعد زين كل شيء. شو هنا خير؟ هنا كل شيء الباكه ما كبه اشرد من عندها. تحياتي لك. تحياتي لي يا حبيبي. تحياتي. نعم مشاهدينا الكرام وزملائي، خلي نبتعد عن اجواء المطر وندخل داخل هذه السقايف. السلام عليكم. سلام، شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. ان شاء الله زين. امورك؟ الحمد لله بخير، الله يرضى عليك. ماشي الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. من زمان هنا بالمنطقة؟ لا والله هنا نجي نتريق. احنا شغل يقول هنا بالصدر تريقها طيب، وبعد ونفسهم طيبة وقديمة واحنا شغلنا هنا بالشيخ عمر، فنجي هنا نتونس يعني. الاكله الشعبيه شعبيه على كبه، على يوميه شكل احنا ناكل. الحمد لله. شلون شغلكم بالله بالشيخ؟ والله تعبان شغل مال يعني. مركز بغداد، مركز العراق. مركز العراق هو كان قبل من يصير شغل، كان قبل بالنظام القديم كان يسوون لنا مزادات بالملعب الشعب، سووا مزاد. روح العالم تشتري سيارات، تشتري سيارات وين توديها؟ تيجي تصلحها بالحي الصناعي، الكهرباء يشتغل، التنكشي يشتغل، الدوشمشي يشتغل، الصباغ حركون السوق. هسه هذول ما يسوون مزادات، ما يسوون بيع سيارات حتى العالم تشتغل، هاي حركه للحي الصناعي. اهم المشاكل اللي عندكم انتم بالحي الصناعي والله يعني هذا موضوع الاستيراد. طبعا طبعا
كنا نشتغل يجيبون لنا سيارات مدربه هسه ما يجيبون يعني على المعامل عنده معامل عنده ناس الحمد لله ماشي الامور الحمد لله الحمد لله حبيبي يا حبيبي عطلتك انا السلام عليكم شلونك عمي شو اخبارك ان شاء الله زين الله يخليك انا عافيتك مرتاح ان شاء الله امورك الحمد لله هذا المحل عمي هذا المحل تشتغل لا والله ايش واقف انا واقف من المطر المطر زين اي رحمه 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 ان شاء الله تشتغل هنا بالمنطقه لو ما تشتغل عندك شغل بالمنطقه ايه مش بالبقاله ها؟ بالبقاله الله يكون بعونك هلو يلا تحياتي لك عمي تحياتي لك. الاخ هنا الحج ما يسمع عموما هذه الصوره المباشره من العاصمه العراقيه بغداد وتحديدا من سوق الصدريه والاخوان هنا يدفعون بالعربانه قواكم الله شلونك عمي؟ جاي تخابر بصراحه مثل ما احد الاخوه نوه انه يتريق هنا لانه ريوق الصدريه يختلف ووضع الصدريه يختلف قواك الله حبيبي شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين عافيتك الحمد لله الله يحفظك الحمد لله عليك والله والله زين الحمد لله الحمد لله زين شوي رجع حتى الوادي خلنا هناك ماشي شغلك؟ والله الحمد لله ماشي الحمد لله عايشين جوال لو عندك وسطيه لا جوال والله يلا الله يكون بعونك السلام عليكم شلونك عمي؟ رحمة الله وادي حبيب الله يساعدهم ما سووا اللقاءات حياكم الله هذا الصورة المباشرة خلينا نفوت لك السلام عليكم شلونك عمي؟ شو اخباركم؟ استريحوا 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 شلونك عمي؟ قواكم الله شو اخباركم؟ اقعد يومكم شوية؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين اي الله يخليك الله يخليك ويسلمك شلونك؟ قول عيني احنا بخير ذاتهم بخير الله الله يسلمك اشكرك شلون اليوم سوق صدري زين وضعيته كله زين انتم دائما هنا بهالكوفيات وهالمقاهي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشتغلون ما تشتغلون والله انا متقاعد اي شلون وضعك زين تجي هنا تقضي وقت طبعا طبعا جماعتك لا والله نقضي وقت ونشوف جماعتنا الثانيه نطبق نسوى الحمد لله شلونك عمي؟ الله يخليك عيوني شلونك؟ شلون عافيتك؟ شلونك بعد؟ الله يخليك رحم الله والديك. نعم انتم بخير. وسهلا يا اهل بقناة الرشيد الطيبين شلونكم عيني؟ شلون صحتكم؟ شلون هالقهاوي القديمة هنا؟ والله يا اخوي هاي القهاوي كلها جديدة مو قديمة. قديمة كانت هاي البيوت كلها وهاي الظهر منها والبطن اللي جوا بالفروع. من زمان في المنطقة. اي ابن المنطقة. سولف علي. اي. سالفة ذاك اللي يقول احنا نحكي حكاية يكون البشر يعني الانتباه يصير زين ذول الغرب بالغرب اللي صار عمره 50 سنة يخلوه يشتغل بعد ما يخلوه زين بس احنا واحدنا الطخ بالـ80 ها لا يابا اعتبر احنا نقلد على الغرب ها عمي تعال انت بعد تعبت الوطن ودقيت وروحك طلع زين دعستنا بالانضباط العسكري وروحوا تعالوا خفارات وواجبات مكرر وكلها زين تاليها هسه عمرنا 80 سنه ها زين هاي ما رعايه 200 ألف بالشهرين رحمه على ابوه اي 100 بالشهر شرطيها ايجار هسه لو تقيسها ويا نفسك يكفيك ريوق وغدا وعشاء رصيد هم ما تكفي ها هسه اقول لك رصيد ما تكفي رحمه على واحد علاجه طبيبه مريضه على امك وابوك زين يابا يشوفون شغله يقول يابا ذول انتم اهل ال 80 سنه 75 79 هسه احنا مال 39 مالي راح نطب ب 80 راح نطب تمام لا زين يابا انتم عمي سبتم ماو الطارق عمي تعالوا انتم راح نسوي لكم رواتب زين يعني انتم هذا الوطن تعبتوا له وركبتوا له وخدمتوه انا دعست انا وطالع مكلف لا مطوع لا شيء زين زين بس بزمان عبد الكريم قاسم سد التسريح وظلينا ب 67 سرحنا احنا والمطوعين سوى سرحنا زين يا عيني هسه احنا تعبوا 11 سنة طبعا طبعا لازم يسوون فد حال يعني 50 انت برايك مواطن شنو الحل اللي ممكن يسوي؟ والله الحل هو شنو الانسان يريد ياكل ويشرب مو؟ يسووا له مثلا فد راتب اللي مثلا نقضي له 20 سنة بالجيش لازم يسووا له فد
راتب انه ملايم له يكفيه، هذا الحل يعني. ماكو هو ماكو. بعدين مساله السكن مهم، السكن سووا لهم يعني يعطوه قطعه قاع وينطوه للعقاري مثلا فد مبلغ انه يبني له فد مكان حتى يرتاح. بالضبط بالضبط، هذا مهمه، اهم شيء هي هذا. وطن، من يصير لك وطن انت من يصير عندك يعني قاع يصير عندك وطن، اذا ما عندك قاع ما عندك وطن. فهم لازم يهتمون بهاي، هاي مهمه كلش. مثلا واحد عنده 6 جهال 5 جهال زين، اذا ياجر له بيت فد مليون دينار، زين منين يجيب المليون؟ شلون يطلع المليون؟ شلون يطلع صاحبه؟ بس اذا سوى له حتى لو ياكل خبز وبصلها ما يخالف. شلون؟ اذا ماكو هذا ما يقدر يعيش، ينتهي يعني. فهاي مهمة، مثل السكن مهمة، مثل ما تفضلت اللي ما عنده بيت ما عنده وطن. أنا شاكر فضلكم. أنا أشكر ألفها، لا لا بالعكس ألفها. هاي الرشيد إحنا على طول متابعيها. خدمتكم. إي والله قناة الرشيد على طول أنا وياها تطلع، بنت عمنا هيفاء الحسيني هي حسينية وإحنا مسوين نشرف بيك وبيهم وبالقناة كلها. هذه قناتكم. بس إحنا نريد توصلون خبرنا يا بذول 80 سنة وجوا وفوق. زين هذول بالنسبه يعني ما تسوي لهم فتشاره، يسوي لهم فتحته بتقعد يعني منين يجيبون ذولا ياكلون؟ زين فانتوا يعني هال 100,000 شي يكفيهم؟ ما عندنا مثلا. زين ايجارك 300 بالشهر، لو ولد خطيه يخلف الله عليهم يقول لك يابا احنا هل نتمكن؟ فاحنا قناه الرشيد على طول ترى وياها. احنا هاي قناتكم. اي والله على طول قناتكم وهذا منبركم تسولفون فيه. خبرنا الخبر ما نتوصلوه بانه بواسطتكم احنا بانه. بس الان مباشر. رحمه على ابو محمد. ابو محمد. الان مباشر طالع بالتلفزيون هسه احنا. اي والله. سولفنا وياكم. الله يخليكم لنا ان شاء الله. وقناه الرشيد طيبه والله. شربوا شاي، شربوا شايات. شربوا شايات. شربوا شايات. والله عندنا جوله. رحمه الله. تحياتي تحياتكم. شوفكم خير. هذه بساطة الناس بهذه المقاهي القديمة اللي بصراحة تحدثوا عن موضوع مهم اللي هو رواتب الرعاية الاجتماعية ورواتبهم اللي هم خدموا وقدموا للبلد راتب 100,000 للشهر، فعلا انه ما تكفي. لكن هذه ايضا الصورة مباشرة. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ الو مرحبا. 100,000 يا لو مرحبا. امورك؟ الحمد لله ماشي. يا من المطر بردال لو شبيك؟ لا والله المطر حلو ان شاء الله خير، بس عندنا شويه المناطق اكو بيها توقف المياه. ونتمنى من امانه بغداد شويه معالجه هاي البكانات اللي والله هم دي يتجولون، بس اكو بكانات شويه ضيقه ما دي يقدرون يطبون بيها. فايش ايه ان شاء الله هاي تشتغل، هي شغاله بس باقي المحلات شويه توقع بيها شغلات مال اكل مال يا منطقه. انا من شارع فلسطين. من شارع فلسطين. ان شاء الله بخير. حلو. ان شاء الله حلو. ان شاء الله حبيبي حبيبي. الان الاجواء ممطره مثل ما تلاحظون. الناس بهذه الطريقه. السلام عليكم. اكو بيهم ناس ما يحبون يحجون. هذه الباكر العراقية اللي يتميز بها سوق الصدرية. السلام عليكم. شلونك؟ شو اخبارك؟ قواكم الله. شلون الله يخليك. شفنا هذا المنظر ما قدرنا بعد. لا يا الاخ المحل ماله انت هنا تريد تتريق مو؟ لا 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 اقول لهم طبوا لي بلاك مين لا 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 شلون اخوي؟ هذا خالد اخبارك؟ الله يخليك. قواك الله. قواك الله. ايش الساعة تفتحون؟ الخمسة. يومية حتى الجمعة. يومية. حياك الله. ان شاء الله زين. والله الحمد لله الله يحفظك. اليوم هنا بالمنطقة. اي والله زيارة من محافظة نينوى البغداد. اي والله. تسلم. جيدة جدا. هسه الوضع اختلف. ممتازة جدا. ممتازة جدا. والله التعليم لا، التعليم بين بين. اي مو تدري انت الوضعية حسب الأساتذة والمدرسين. اي والمناهج ايضا هم لا هذا تدري شغله العبور هاي اللي اثرت على الطلبه. اي اي شغله العبور هي اللي اثرت يعني طالب اذا بصف ثالث عبروا له الخامس، فتدري هاي الشغله لها تاثير يعني بال اي طبعا طبعا اثرت على الطلبه، حتى الطلبه الصفوف المنتهيه يعني المتوسطه والاعداديه هاي اثرت عليهم. وضع الخدمي شلون صار؟ والله وضع الخدمي زفت. اي والله بس شنو يعني تقدر تقول يعني تقريبا شويه ها بدا اسد يتحسن،
بس القديمة لا، القديمة شوية متأذية هواية. اي لازم الدولة تمد يد العون للقديمة يعني ترفعها. ومبالغ لها ومنظمات عالمية. اي وين وين ماكو المهم. اي ماكو تطبيق ماكو. ايه الله كريم. يلا شكرا جزيلا. مع السلامة. الله يسلمك تحياتنا. اليوم هي مليوسة. ها مليوسة. السلام عليكم. شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. ها ما تقدر؟ السلام عليكم. شلونك؟ شو اخبارك؟ لا لا شلونك زين؟ الحمد لله على الله. الحمد لله. ان شاء الله مرتاح. الحمد لله والله يبارك فيك. شغلك الصدريه؟ نعم الصدريه ان شاء الله. نعم. زمان جديد؟ لا من زمان. كم صار لك تقريبا؟ 35 سنه. صح وسلم. الله يديك حبيبي. شلون وضع الصدريه؟ اختلف لو؟ لا زين الامور. الحمد لله شكرا. لا انا ماكو اختلاف اي شيء. اختلاف شغلك؟ والله صار 15 يوم واقف. 15 يوم صار واقف في السوق. حركه ماكو ما يتحركك. كل الاسواق لو يعني بس كل السوق. كل الاوراق. جورجيا، مام عظام، جميله. اللي صار شنو؟ سبب الحكومه. عمل عمل ماكو سيور عمل حتى يوقف الشغل مالنا. حتى الناس بتستلم رواتب هم مو ذاك الصرف. لا مو ذاك الصرف. نعم ماكو صرف ذاك الصرف. واقف عمل كله واقف عمل. قبل شلون خمن الله يومين كنا بعنا 3 ملايين 4 ملايين. هسه من بعنا مليون من بعنا. فارق من سمين قاع. ماشي تبيع بس المطعم احنا كنا نبيع 30 كرتونه. هسه 5 كراتين 10 كراتين. كل السوق كل الحركه. كل القصاصير البقالين حتى الكيار السوتوتات كله كله واقفه يعمل عمل كله واقف. الله يكون بعونك. والله لك حبيبي تاج راسي اغاثي. ايجاراتكم هنا؟ لا ملاكنا لني ملاكنا. خدمات هنا منطقه بالخدمات خدمات والله مو زينه خدمات. بلديه ما توصل؟ لا مو توصل. صدف يوصلون هل خابرهم يعطون فلوس يجونا. نعم يجي دول هالمجاري دول بالشارع يجيبهم يفتحون مجاري لنا. بس ما شنو مثل مثلا صارت مطره بالليل يجون يفتحوها. لا مثلا الصبح يجون يجي صاروخ يفتح. زين؟ لا مرتين ما ياخذ فلوس مرات هيك شيء. زين؟ تحياتي وسلام لك. الله يديك حبيبي تاج راسي اغاثي. السلام عليكم. سلام اخوي حبيبي. خلنا نتمشى شويه حتى ناكل. براحتك. ان شاء الله زين. ان شاء الله. شلون وضعك؟ والله الحمد لله. سوق الصدريه شلون اليوم؟ والله بخير الحمد لله. دائما بالسوق؟ يوم هاي احنا محنادم بالسوق هنا. حلو. اي. اختلف الوضع عن قبل لو؟ والله اختلف. اي شنو اختلف فيديو يعني مثل ايش؟ والله هو كله يعني السوق هم مثل ما اقول تعبان بس تعبان. ايه. من شنو؟ بيع وشراء؟ والله هو هي بالحكومه كل ما يصير احنا هذا السوق شويه وهسه يعني عالم كله لا يعني شويه هم بيه حركه. اي زين الحمد لله. قال ماكو حركه. هو ماكو حركه يعني بالشويه هسه الوضعيه يعني هم تعبانه. ما اقول لك مو تعبانه، تعبانه كلش. اي يعني مثل ايش اصور لك؟ مثل الوضع هسه البيع والشراء ماكو يعني قليل. السوق كلش تعبان. اي هاي شو شورجه بس وصل اشوف طوب اطلع كل شيء. كانوا يوميا محافظات كانوا يجون مسلسل ماكو. الاسواق اللي صارت هسه يعني ممكن باي منطقه صار سوق؟ ايه اثر كلش. ايوه كيات الجوال بالشارع كل شيء. كيات يجون عندك هنا باب الشيخ شيخ عمر باب الشيخ منا بالصدريه وكيات يجون كل كيات يجون مخضر هم يجون من العلوه ويبيعون. اثر على السوق اثر على المحلات والله. والعراق هو العراق كله ولا عالي. حبيبي حبيبي شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ قواك الله. امورك؟ احوالك؟ نعم شلونك؟ شباكو؟ شو اخبارك انت؟ شو برمجة ماكو كل شيء ماكو. ليش؟ اليوم شكو يابا؟ اليوم احنا بسوق الصدرية، سوق بيواد منا واهلنا. شلونك؟ بالنسبة لشو الله على شوكم، والله جيت احب اسلم عليكم. شو ماكو ما تبين؟ انا هنا موجود يومين. والله شوفك. العراق لا بجيبك، السومرية ضاعوني ربع ساعة خلوني. ايش شنو مال الصدرية؟ احنا اليوم بالصدرية نريد نشوف وضع الناس بهذه المنطقة، الوضع الخدمي، وضع الشغل، وضع بشكل عام عن هذه المنطقة. ليش نجي على البلدية، نجي على المواطنين، يعني نجي هذا، نجي على التجاوز، نجي على هاي.
مو اني اذا تجاوزت تجاوز على الحكومه شويه. مو يعني تجاوز كقياس قياس عام، قياس رسمي توجيه للحكومه بالنسبه للمواطنين. وجه رساله؟ ايه مني مني واني بالبر ما مني وجه. بسم الله بدي اصور محمد. ايه سوري. بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف بالاذاعه ونتشرف ايضا بالحكومه للشرفاء اللي عملون لاجل هذا الشعب الشريف. بالنسبه لمنطقه الصدريه منطقه شعبيه، منطقه قديمه، منطقه الرواد، منطقه الفنون، منطقه قديمه يعني. بالنسبه احنا نوصي اخواننا البلديه شويه معينهم على المواطنين على باب الله، والمواطن هم بالنسبه لهم شويه معينهم على الشارع لا يتجاوزون اكثر، حتى يصير مثلا ممر للمواطن، ممر للمواطنات للعرباين، فشي حلو يتوجهون وراء سجون شنو غراض العالم شفلات ما شفلات. قبل يوم يجي نيابه يوجههم، بالنسبه يابه شويه توجه اي تو مجال مو راس التفليش، وهذا هذا هذا كاذيه للعالم. فاحنا نريد من عندهم يوجهوهم، يابا انت ترد متجاوز وايه ارجع لي ورا، هو هم حقهم هم عليهم مسؤوليه كمسؤوليه من اعلى من السلطه من عندهم. فاحنا هاي توجيهاتنا لهم. والصدريه صدريه حلو، صدريه جميله. ايه فسراج الدين صدريه مقام يعني حلو، مال الرواد، هو فنون الرواد، العاب كل الرياضيين بيها. فاذاعتكم اذاعه حلوه ونشرف باذاعتكم احنا. تحياتي سلام لك حبيب قلبي، اشكرك. تحياتي. بساطه الناس لازم بهذه الطريقه الجميله. وايضا بصراحه من يتحدثون ويانا بطبيعتهم بعفويتهم، وهذا هو اللي يميز في الميدان. هذه الصورة المباشرة. السلام عليكم، شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ تم نستوى ولا بعد؟ انا ما اسوي وياك كل شيء. ما اقدر. الله يسعدهم شباب، شلونكم؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ شلون عافيتك؟ شنو بردانين صديق كذي؟ شلونك زين؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. الحمد لله. هنا ما شغل لو سولفون قاعدين على مود الشارع يفتحوه. اي والله العظيم زين. اذا فتحوه لو مو زين؟ والله هو مو زين، بس يعني شلون يفتحوه؟ هاي كل العالم عوالب ركبته وناس كسبه، وين تروح؟ خلي يوفرون لنا عيشه غير، كل الشنابر يشيلوها، خلي يوفرون لنا عيشه غير هاي العيشه، وخلي يفتحوها. هاي الساحات مال الجراج قاعد يعطوها مقاولات، خلي يفتحونها بسطات ونقعد بيها. اجرون منهم؟ طبعا نأجر من عندهم. والله العظيم يعني هسه قاعد يحاربون، احنا حرب نفسي هذا. يعني وين نروح هسه احنا؟ هسه احنا عندنا زراعه بالخان، اذا خاص دبينا بالزراعه من راح يعطينا فلوسه؟ من راح يتضرر؟ الدوله لو احنا راح نتضرر. لا لا والله. طبعا مباشر يخلي يطلع. يعني هاي الدوله بس على الفقير. الله وكيلك. تحياتي لك يا حبيبي. رحم الله والديك، رحم عونك حبيبي. يعني وصلكم الخبر انه راح يشيلون؟ اي قالوا لنا البوحه بالليل شيلوا، هسه راح نشيل كلنا راح نشيل. هاي العالم تدمرت وتبهذلت، كل شهر بسطياته. وصاحبة ايجار يعني ايجار بالشارع مأجر، وايجار مال البيت مأجر، ومولدة وكهرباء وهاي مطر يومية. وين تروح العالم؟ رحم الله والديك. تحياتي لك يا حبيبي. حبيب قلب اخويا. السلام عليكم. شلون اخوي؟ حبيبي شلون صار؟ الله يخليك. الله يحفظك. الله يخليك. شلونكم؟ نعمة. الله يحفظك. عيون. والله بخير الحمد لله. ذاتو زينين الله يخليك. عمر. منطقة. اي من المنطقة. من الصدرية؟ اي من الصدرية. والله. من الصدرية. والله بخير الحمد لله. معاناة الصدرية؟ والله معاناة، خدمات ماكو، يعني خدمات تعبانة شوية من كل الجوانب. لا لا يعني اكو شغلات بسيطة مثلا، يعني مثلا المجاري هاي النفايات من نفايات، ولا باقي شغلات كل زينة. بس يقول لك يعني هو منطقة قديمة وافرعها ضيقة. لا هي مو على الافرع، الافرع زينة، الافرع نظيفة، خدمات حلوة، قرناص، كهرباء زينة، مجاري زينه، صيانه دائما عليها، يعني ماكو خلل بالازقه. اي كله زين يعني بالنسبه حتى المختارين هم ما مقصرين، واحد يحكي حق الله. بس هاي تبقى اي شغلات يعني اكو اخطاء تصير، يعني يجوز احتمال من الامانه غير شغلات هيجي، بس غير شغلات يعني ماكو. بس هاي قد اشوفها تاع الخدمات بسيطه. لا لا الحمد لله، بس من ناحيه المناطق والازقه خير من الله. يعني بالنسبه للمختارين بارك الله بهم ما مقصرين. جزاهم الله خير يا
خدمات، مجاري، عندك كهرباء، اي خلل يصير يعالجوا، وانت شوف بالفروع وادخل بالفروع وشوف. الحمد لله وشكرا. حبيبي عيوني عيوني الله يخليك. بس دير بالكم على هالعالم، هاي الكسبه خطيه بالصدريه. هلا تنهلا بيهم. على اساس والله على اساس يسوون حمله يشيلوهم، تعرف هاي العالم كلها كسبه خطيه. اصحاب عوائل وكلها تعرف ايجارات. مو هي لو اكو بديل ما يقعد بالشارع يتجاوز، صح لو غلط؟ يعني هو لو عنده بديل ما يقعد بهالطين والتعب والمطر. فالعالم هاي الكنابر كلها كسبه يعني. هلا تنهلا بيهم خطيه، وانت تعرف الوضع، هالاجارات وهالامبيارات وهالاطفال. فيعني نقول هلا تنهلا بيهم. اه بس هاي اصحاب الكنابر بس هاي خطيه. حبيبي عيوني ممنونين، اشكركم. السلام عليكم عمي، شلونك حبيبي؟ الله يسعدك حبيب قلبي، شلونك؟ يلا زين، الله يخليك، الله يحفظك ان شاء الله. الله يخليك. من وين؟ من بغداد. من بغداد؟ منين بغداد؟ هو احنا ولد بغداد بعد. حياك الله. اي شلون وضعك؟ الحمد لله بخير. يوم بالصدر ايش؟ والله ناس طيبين، وهاي سمعنا اخبار مو حلوه. شنو؟ لان هاي الناس اللي بس يعني يشيلون هاي بلديه تريد تكسر وتفلش. ناس كسبه. يعني وين تروح هاي الناس؟ شنو ذنبه؟ البلديه يقول لك يا ابو متجاوز ساد الشارع. لا متجاوز ولا ساد الشارع. شلون؟ ناس على باب الله، الناس اللي جايه تعيش. جاي تقدى هاي العالم. يعني هاي العالم الا تروح تشتغل ارهابيه لو فتش روح فجر. خو الناس على باب الله خليها عايشه. شكو؟ وين الازدحام؟ وين مين؟ ملك الزحام، ملك الزحام. لو يريدون فلوس سياره ما طب الناس سياره. هو مقطوع الشارع، شلون طب سياره؟ ايه صار له عمر مقطوع، صار له عمر مقطوع الشارع. ساحه يا اخي من عمي، خليهم بساحه وخليهم كنابر. ما مين يعيشه؟ كل بيت على سجار 500 مولده 100. ها هذول كلهم جماعه مهاجرين. ايه 500 و600 و400. والله خليهم ساحه سيجوهم وكوع كنبر له. الدوله باعت كنابر بالشهر جاي رجعت تاخذوهن ببلاش. باعون مليون رجعوا اخذوهن ببلاش، حملوهم بالليل. يا ابن عمي اول تروح؟ هذا عنده يتامى، هذا ايجار، شو هذا؟ راحت كل ابهاته واخواته. وهاي المجازه راسا نجيب شبر وشيرين. هاي ساحه متروكه، هاي ساحه متروكه. اخليهم كل واحد شنبر وطي بعيني. سلام يا غاتي يا ابن عمي العزيز. تبليغ ابن عمي هنا كلها على باب الله. احكي لك ان انا كنا احنا اهل واخوه واصدقاء، بس كله على باب الله، كله حاله ضعيف. ولا عنده يفتح شمبر؟ لا ما ها؟ افتح الشارع وسوي ساحه لعالمكم، حطوه شمبر بصيه تاج راسي. تحياتي. نعم مشاهدينا الكرام في كل مكان، اليوم في الصدريه، ونلتقيكم يوم غد في مكان اخر وموضوعات اخرى ممكن تكون اليوم بالصدريه، مثل ما سمعتوا كلامهم وواقعهم بهذه المنطقه بعد ما انه جاهم تبليغ بانه يشيلون الكنابر اللي موجوده وتفتح الشارع. هذه عودة لكم زملائي عمر وأيضا زملائي داخل الاستديو، إليكم.